يعني هو تهيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وللذين آمنوا معه بالتعود على العبادة. يعني ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة إبراهيم عليه السلام ركعتان في الصباح وركعتان في المساء، فالقرآن بيهيئه لاستقبال الأمر بصلاة الخمس، فقال له قم الليل، يعني تهيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وتأكيد على قيمة قيام الليل. لكن القرآن ما كان نازل، يعني الرسول كشكل كامل، والصلوات ما كانت مفروضة ولا معروف هيئتها. نعم. فما كانت ما كان يعني صيغة قيام الليل في تلك الفترة. هو تلاوة القرآن قيام لليل، يعني أو يصلي الركعتين كما كان يصلي، لأن لا ننسى أن كان في بقايا من الأحناف في الجزيرة العربية الذين أبقوا شيء من تعاليم إبراهيم عليه السلام. فكان من تعليم إبراهيم عليه السلام ركعتان في الصباح ركعتان في المساء، يعني عند الغروب أو بعد الغروب. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر الرسول والذين آمنوا معه بأن من أهم العبادات العبادة بالليل، فقال له قم الليل إلا قليل.